اسمه أفقه بن زيد. هذا الرجل آية من آيات الله تبارك وتعالى. تعالوا معنا أيها الأحبة الكرام كي نرى جميعا ماذا حدث لهذا الرجل. هذا الرجل يقول: بت أنا ومن معي من أهل بيتي زوجتي وأولادي 3 أيام بلا طعام، فجاءتني ابنتي الصغيرة في اليوم الثالث ونادت علي وقالت: الجوع يا أبتي، الجوع، تشكو من الجوع لأبيها. يقول أفقه بن زيد: وليس لي حول ولا قوة. ماذا فعل أفقه بن زيد؟ أفقه بن زيد علم أن الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بالله فاعتصم. أفقه بن زيد علم أن الله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم، فدعا. أفقه بن زيد علم أن الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، فصبر وصلى. افهم وركز، أفقه بن زيد ماذا فعل لما جاءته ابنته الصغيرة في اليوم الثالث وقالت: يا أبتي، الجوع يا أبتي؟ يقول أفقه بن زيد: فذهبت إلى الميضاء وتوضأت، الله، وتوضأت وصليت 2 ركعتين. الله الله الله، ما الصبر لوحده مش كفاية. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه: واستعينوا بالصبر، وفقط لا، واستعينوا بالصبر والصلاة. وهذا ما فعله أفقه بن زيد. يقول أفقه بن زيد: فذهبت إلى الميضاء وتوضأت وصليت 2 ركعتين، وفتح الله عز وجل علي في آخر الركعتين بدعاء. قلت في آخر هذا الدعاء: اللهم أضف علي منك رزقا لا تجعل فيه لأحد علي منه، أي لا تجعل أحدا يا رب العالمين يمن علي بهذا المال، ولا تجعله في الآخرة علي تابعا، يعني لا تجعلني إن أنا أرزقه من حرام كما يفعل بعض الجهال، يخرج ليسرق من حرام كي يطعم أولاده. وأين الله يا أخي؟ هو أنت اللي بترزق ولا رب العالمين هو الذي يرزق ذو القوة المتين كما قال تعالى؟ فيقول أفقه بن زيد: قلت في آخر هذا الدعاء: اللهم أضف علي منك رزقا لا تجعل فيه لأحد علي منه، ولا تجعله في الآخرة علي تبعا. يقول أفقه بن زيد: فسلمت من صلاتي وإذا بابنتي الكبيرة جاءت إلي بعدما سلمت من صلاتي ونادت علي وقالت: يا أبتي، جاء رجل على الباب. اسمع أيها الحبيب الكريم، تقول البنت الكبيرة لأبيها: يا أبتي، جاء رجل على الباب وقال لي أنه عمي، وقال: اذهبي إلى أخي، وأعطاني سرة من الدنانير كبيرة، وأعطاني حمالا عليه دقيق، وحمالا آخر عليه من كل شيء في السوق، وقال: اذهبي إلى أخي وأقرئيه مني السلام، وقولي له: إذا احتجت إلى شيء آخر فعليك بهذا الدعاء الذي دعوت به في صلاتك تأتيك حاجتك. يقول أفقه بن زيد: والله ما كان لي أخ ولا أدري من القائل، ولكن الله على كل شيء قدير. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، أإله مع الله، قليلا
تذكرون.